ينطلق وشوطنا العاشر الخاص بالابكار اللي جاية المهجنات الاصايل. نتمنى للجميع باذنه تعالى التوفيق والسداد والنجاح. مباشرة نسير الى مقدمة الشوط، مباشرة الى الصدارة الاولى، ونتعرف على المقدمة الاولى ومقدمة هذا الشوط والصدارة والمركز الاول. من تنفرد هناك على الصدارة الاولى والمقدمة الاولى، هنا تاتي في الصدارة. هذه هي الشهب تتقدم في المركز الاول، عبد الله بن راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي يقدم لنا شهب على الصدارة على المركز الاول، بينما المركز الثاني وصلت ايضا الغزيلة حمد بن معيوب بن سالم بن حمد الدرعي خذ المركز الثاني. النقلة مباشرة إلى ثالث المراكز، حيث أجد المركز الثالث هناك من القادمة في ثالث المراكز، وأيضا المتقدمة هي ايضا الزاخر لعلي بن سليم بن علي بن سعيد العامري يتقدم هناك مع المركز الثالث المركز الرابع. الوصول في رابع المراكز والدخول في هذه اللحظات من هملوله سهيل بن عويض بن يمع بن مغير الخيالي خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس الواصله في هذه اللحظات هذه عسيله خليفه بن عبيد بن حسن بن ركاض العليلي وصل ايضا وتقدم في هذه اللحظات خذ المركز الخامس، بينما المركز السادس في هذه اللحظات هذه قياده لسعيد بن بخيت بن سعيد الوهيبي يتقدم. شعار راعي شقرة في هذه اللحظات خذ المركز ايضا الخامس في هذه اللحظات او السادس، سادس المراكز. المركز السابع الوصول في سابع المراكز من الذيبة ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يتقدم. الدرعي واصل في هذه اللحظات، ولكن هناك ايضا شعار العامري، شعار العامري قادم من خلال تواجد اللي هي شديدة. سالم بالعود بن سعيد العامري يتقدم مع شديدة، والدخول من مزون محمد بن عيسى بن خليفة أو بن خميس بن شلبود الخيالي وصل في هذه اللحظات وتقدم من خلال هذه المنافسة. وهناك مرضي سهيل بن سعيد بن ذويب العامري يتقدم في هذه اللحظات. يأتي هناك مشاهدين العزاء متابعين الكرام، هنا أيضا يتقدم في هذه اللحظات. هذه أيضا مشاهدين العزاء الأسماء القادمة، التحدي المثير. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول. هذه شهب على الصدارة، شهب على المركز الأول، وشعار بن سرداح يتقدم على الصدارة الأولى على المقدمة الأولى، يقود هذه الأسماء في مقدمة هذا الشوط وعلى صدارة المركز الثاني. مشاهدين العزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة على ثاني المراكز وتحديه على ثاني المراكز ودخوله هنا من خلال هذه المنافسة القوية والرائعة، يتقدم أيضا شعار بالعود العامري مقدما لنا شديدة لسالم بالعود بن سعيد العامري. المركز الثالث شعار بن مغير ياتي من خلال تواجد هملوله سهيل بن عويض بن عوض وبن عويض بن يمعة بن مغير الخيالي. سهيل بن عوض بن يمعة بن مغير الخيالي وصل خذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع زاخر علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري وصل في هذه اللحظات وتقدم بالركاض. هناك من خلال تواجد عسيله خليفه بن عبيد بن حسن بن ركاض العليلي الدخول الجديد. هناك من خلال تواجد ايضا اللي هي متعبه ابراهيم بن عبد الله بن سعيد الدرعي وصل الدرعي، ولكن هناك ايضا بن قران يصل مع بن صغان راشد بن محمد بن قران المنصوري. يا سلام يا سلام، يا لها من اسماء قادمه. وصلت مزون احمد بن سعيد بن زايد المزروعي يتقدم مع مزون في هذا الشوط. هكذا النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، او هذه هنوف لزايد بن سعيد بن زايد المزروعي. اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى شعار الدرعي اللي غير الصداره، اللي غير المركز الاول.
1200 وباتجاهنا للكيلومتر الاخير، ولكن الصدارة وين؟ مع متعب ابراهيم بن عبد الله بسعيد الدرعي يتقدم هذه الاسماء. وصلت هنوف وتقدمت في هذه اللحظات، يتقدم زايد بسعيد بن زايد المزروعي. يا سلام الاسم الجديد، هذه الشاد سالم بسعيد بن مصبح النعيمي، وصل راعي مصدر يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من بتصغون راشد بن محمد بن قران المنصوري. هناك العودة إلى أيضا هنوف لزايد بسعيد بن زايد المزروعي، هو من يتقدم على المركز الأول. محاولات بتصغان من الزاوية الأخرى، يتقدم أيضا راشد بن محمد بن قران المنصوري. وصل بن هميلة يتقدم من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا التحدي، غير الصدارة، غير وخذ المركز الأول، ليتقدم أيضا اليرموك سالم بن حمد بن علي بن هميلة المزروعي. يقدم لنا اليرموك على الصدارة، اليرموك على المركز الأول. بن هميلة إلى هالي غياثي، إلى هالي أو هناك أو هالي الظفرة، يتقدمون على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. وسلاماتنا على هذا الفوز، سلام بن هميلة، سلام على هذا الفوز والانتصار. أيضا من يقدم لنا هذه الانتصارات الجميلة، المركز الثاني وصلت فيه أيضا بتصغان لراشد بن محمد بن قران المنصور. المركز الثالث كانت تشهاد لسالم بسعيد بن مصبح النعيمي. المركز الرابع وصول ايضا اللي هي هنوف لزايد بن سعيد بن زايد المزروعي. والمركز الخامس وصلت في هذه اللحظات اللي هي هجمه سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الاكتبي. تهانينا والناموس لايضا كل الفائزين، تهانينا لايضا هذا الشعار الذي فاز معنا بهذا الشوط، حيث قطعت المسافه في 7 دقائق 27 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لأيضا مالك اليرموك سالم بن حمد بن علي بن هميل المزروعي، المركز الثاني 7 دقائق 29 ثانية وجزئين من الثانية. بن صغان لراشد بن محمد بن قران المنصوري. والمركز الثالث ب7 دقائق 30 ثانية 4 أجزاء من الثانية اللي وصلت هي إشهاد سالم بسعيد بن مصبح النعيمي. تهانينا وناموس.